النهاردة هنشوف سوا القطر اللعبة من ليجو دوبلو، وكمان محطة القطر ومع اللعبة الشخصيات واكسسوارات كتير، وطبعا القطر وبيطلع صوت زي الحقيقي. بس تعالوا الاول نطلع كل حاجة من العلبة سوا. كل اكسسوارات اللعبة مرسومة هنا على الكرتونة، اللعبة بتيجي عبارة عن 52 قطعة ليجو سهلة التركيب. هنركبها باستخدام الكتالوج، وزي ما انتم شايفين كل حاجة قدامنا اهي، قضبان القطر، عربيات القطر، وحاجات تانية كتير. تعالوا بس الاول نركب كل الحاجات سوا. القطر كده خلاص ركب وجاهز انه يمشي لاول مرة. تعالوا نكمل بقى محطة القطر. دلوقتي كل حاجة راكبة وجاهزة خلاص، القطر ومحطة القطر وكمان محطة الوقود. تعالوا بقى نبص كمان على بقية الاكسسوارات. اللعبة بيجي معاها بنت صغيرة جميلة بتبقى شايلة شنطة سفر برتقاني، والشنطة دي ممكن تتفتح. هي صحيح مش سهلة قوي في الفتح، بس مساحتها كويسة علشان البنت تحط حاجتها فيها. كمان اللعبة بيجي معاها معزة، وكمان إشارة مرور، ومحطة الوقود، ومحطة القطر نفسها. تعالوا بقى نلعب بالقطر مرة تانية. دلوقتي بقى هنقعد سواق القطر جوه القطر، وعشان نعمل ده هنشيل الغطاء الأزرق اللي فوق ده، ودلوقتي هنتني رجلين السواق علشان يقدر يقعد في كابينة القيادة. وهنحط السقف مرة تانية مكانه. ودلوقتي بقى لما نشغل القطر هيكون السواق هو اللي بيسوق، وطبعا القطر بيحتاج يتزود بالوقود، وده بيحصل طبعا بمحطة الوقود دي. القطر بيطلع صوت قطر حقيقي وهو ماشي. مش بس كده، ده كمان بيطلع صوت لما بيتملي بالوقود. وعشان نعمل ده في السقف هنا زرار اسود كده، ده المكان اللي بنحط فيه خرطوم الوقود، ولما بنحط خرطوم الوقود بنسمع صوت الوقود وهو بيملى القطر. وهنا بقى نقدر نشوف الموضوع من قريب. هحط بس خرطوم الوقود في فتحة التانك السودا دي، وهنسمع صوت الوقود وهو بيملى تانك القطر. علشان البنت اللي مع القطر تقعد جوه القطر، هنشيل السقف الأزرق الأول من عربية الركاب دي. هنمسك البنت ونتني رجليها علشان تبقى قادرة إن هي تقعد في عربية القطر. وكمان ممكن نشيل السقف التاني هنا علشان نحط شنطة البنت جوه العربية. تعالوا بقى نرجع السقف مكانه، وبكده القطر هيمشي وجواه السواق، وكمان البنت قاعدة في عربية الركاب هي وشنطتها. تعالوا بقى دلوقتي نبص سوا على محطة القطر. في أعلى نقطة في المحطة في ساعة الوقت، وكمان في هنا شباك بيتفتح ويتقفل. سطح المحطة لونه أحمر، وكمان في المعزة الصغيرة، يعني محطة القطر دي كاملة وشيقة جدا. ودي كانت كل حاجة قدرت أنقلها لكم عن محطة قطر ليجو دوبلو. أتمنى إن الفيديو يكون عجبك. هتلاقي هنا فيديوهات تانية كتيرة لو حابب تشوف تاني. ما تنساش تعمل لنا لايك للفيديو ده.
واشترك في قناتنا علشان يوصلك اي فيديو جديد.